إخوان المشاهدين، تحية لكم جميعا أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زالت التساقطات المطرية تتهاطل على مدينة الرباط، والحمد لله والشكر لله. تقريبا الإخوان من ابتداء من 6:30 صباحا إلى حدود الساعة، الإخوان الساعة تشير إلى 2:45 مساء. الحمد لله والشكر لله. تساقطات مطرية مهمة تهاطلت تقريبا من الصباح حتى الآن. أمطار الخير ولله الحمد. الإخوان كانت تواجدوا في شارع الحسن الثاني في مدينة الرباط. تحية للجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات، السائقين والسائقات، تحية للجميع. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. كما كنشوفوا معنا الإخوان، هذه محطة القطار الرباط أكدال، هذه اللي على اليسار ديالنا. اللهم لك الحمد. الحمد لله اشترقيق الإخوان، رقيقة كتهبط في الأرض مزيان. هادي هي ديال هادي اللي كتروي الأرض مزيان، كما تيقولوا هاد الشتار رقيقة، هي اللي كتهبط في الأرض، هي اللي كتروي مزيان. تحية للجميع متتبعي قناة مناطق بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. وما تنساوش الإخوان دعمونا باشتراك في القناة، ضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما تنساوش لايك، ما تنساوش مشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحية لكم جميعا أينما كنتم. كنبغي نشارك معكم هاد الأجواء الجميلة وهاد الفرحة ديال السقوط ديال الأمطار، يعني تهاطل الأمطار. الحمد لله، هذا هو الشيء اللي جعلنا نشاركوا معكم هذه الفرحة نزول الأمطار. سبق وحطينا لكم الفيديو في الصباح الإخوان، مدينة الصخيرات، والآن احنا كنتواجدوا في مدينة الرباط. اليوم الإخوان 26 في الشهر فبراير 2024. هذه محطة القامرة سابقا، حتى ولا الاسم ديال هذه المنطقة كله اسم ديال حي ديال القامرة. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله، تبارك الرحمن، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
مسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الحمد لله والشكر لله. اليوم بحول الله غتكون تساقطات ثلجية إن شاء الله في المرتفعات. هذا الشيء اللي أعلنت عنه الأرصاد الجوية. الحمد لله شحال هذه ما شفناش الثلج، شحال ديال الناس اللي كاينين في ذوك الجبال في المرتفعات حتى هما كيتوحشوا الثلج، لأن الثلج كيعطي واحد الفرشة مائية جميلة جدا ومهمة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله والشكر لله. الطريق الإخوان تديكم الناس اللي غيمشيو باتجاه ديال الدار البيضاء، الناس اللي غيمشيو للمستشفى العسكري غيدوروا على اليمين، وكذلك الإخوان الناس اللي غيمشيو للمحطة الطرقية الجديدة هي على اليسار ديالنا، اشدو الطريق على اليمين. كذلك المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله، حديقة الحيوان اتجاه ديال تمارة، كل شيء على اليمين الاخوان. الناس اللي يشدو الطريق اتجاه مدينة الدار البيضاء يكملوا الطريق ديالهم على طول. طريق السلامة نتمنى لجميع مستعملي الطريق. خذوا الاحتياطات ديالكم الاخوان في الشتاء، كتكون الانزلاقات كيكون الكليساج. خليو مسافات الامان. أخوان المشاهدين نكتفي بهذا القدر. تحية لكم جميعا أينما كنتم، أتمنى لكم الصحة والسلامة. طريق السلامة للجميع. خليكم دائما مع قناة مناظر بلادي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الإخوان طريق السيارة في اتجاه مدينة الدار البيضاء.